شلعون. بالعكس هن عم بيقولوا له نحن ما بدنا نوجه سلاحنا الى الداخل، بس هو ما ريحهم. يعني هو جولاته للوزير جبران باسيل قعدتهم بالزاويه لحزب الله، هيدي السجالات اللي افتعلها كمان قعدتهم بالزاويه، ولكن وين استعمل بالداخل سلاحه؟ السلاح ما ضروري يستعمل. هلا اذا كنت انا قاعد معك على الطاوله وحاطط فرد على الطاوله وما استعملته ولا قربت عليه، ما بتحسبي حسابه انت؟ ولو بعدين انه في حدا بيتمادى بادائه السياسي وهو مستند على حليفه بدون ما يستعمله، بيزعجوا لحليفه ما بيزعجوا، بس عمليا تمادى، ذهب الى قبر شمون فكاد يصبح قبر شمون قبر وطني. نعم. ذهب الى طرابلس عمل مشكله بالمحل الفلاني. طيب ليش قرر تقلب الطاوله؟ شوفي لما قرر يقلب الطاوله، لو فعلا عنده المقدره على قلب الطاوله ويستلم الحكم صحتين على قلبه، بس انه يكون قرر يقلب الطاوله ولا حسب حساب ميزان القوى ولا حساب القوى الموجوده ها وفات فيها، بيكون هذه مغامره. ما بقى يحمل البلد مغامرات. نعم اكيد. طيب بس اذا في حال حضرتك، انا يعني لحقتك على الكلام انه حضرتك اكيد مع تشريع الضروره لانه الضرورات تبيح المحظورات، طيب هيدي القاعده كمان لازم نستعملها بموضوع الحكومه واجتماعات الحكومه. صحيح انها تصريف اعمال، ولكن في قوانين يجب ان تكون ضمن مشروع قانون. ليكي كيف بدنا نتعاطى مع هذا الموضوع؟ ما بعرف قديش معنا وقت، يمكن احنا استغرقنا الوقت كله سوا. معنا وقت، راح احكي لك انه من تجربتي انا انه نحن قعدنا حوالي سنتين وشوي حكومه تقوم بسلطات رئيس الجمهوريه تجتمع، بس حكومه شرعيه كانت، يعني بين حين واخر يطلع حدا يقول تمام سلام شو يسطو على رئاسه الجمهوريه، مع انه هذا الرجال ما في جلسه جلسات مجلس الوزراء الا ما كان يبتديها فيها بالاول نرجو ان يتم انتخاب رئيس جمهوريه باقصر وقت ممكن او باسرع وقت ممكن. ولا مره نحن حدا منا خطب الثاني انه فخامه رئيس. نحس حالنا انه نحن نواطير هذا الحقل. نواطير. نعم. نواطير بلا عصا كمان. الان انه نجيب مئاتي يسطو على رئاسة الجمهورية، شو قال له نجيب مئاتي؟ ما راح اقبل امام مجلس الوزراء الا وقت اللي بتحز الحزي. امتى بتحز حزي ما بعرف، بس اذا حزت حزي بده يجمع مجلس الوزراء. بيصرخ الواحد ما بيصرخ لانه تعرفي شو؟ ما بقى يمشي حال انه هذا المنصب المسيحي. هذا المنصب المسيحي حقول لك شو هو. الان الرئيس القوي هو اكبر بدعة ثبت فشلا ذريعا. الرئيس القوي انا بشبهه بالمتريس، بيوقف هيك وما حدا بيقدر يقرب وخلص بتعرقل كل الحركة. الرئيس الضعيف بين الليلين هو هالرون بوان اللي بتمرق كل السيارات حوله. نعم. بمجرد ما هو عم يمرق كل السيارات بنظام صار هو الرئيس القوي، بل هو الرئيس الاقوى. خلصنا من انه المنصب الماروني، انا برايي المنصب الماروني متمسكين فيه المسلمين اكثر من المواردني. طيب هون لافت كلام الوزير جبران باسيل هلا من ربع ساعه من فرنسا. نعم. بدي اياك تعلق عليه. قايل ما في رئاسه جمهوريه بلانا، ولو الكل اتفق على اسم سليمان فرنجيه موقف التيار الوطني سيكون لا. طالما نحن ما بنقبل ما في رئيس جمهورية ولن نسجل على أنفسنا أننا انتخبنا حدا مثل سليمان فرنجية، انتخاب فرنجية سيعيدنا إلى التسعين وننتقل من ثلاثية بري حريري الهراوي إلى ثلاثية بري ميقات فرنجية. فلا حول ولا قوة إلا بالله. شو بدي أقول؟ هل هذا الموقف يقطع الطريق على سليمان فرنجي ام برايك هذا الموقف؟ هذا الموقف الحقيقه رساله ما انا موجهه لا لك ولا لي ولا لسليمان فرنجي لحزب الله. هذه رساله موجهه لعند حزب الله. نعم. انا برايي بكره بيتصفوا مع بعض.
طيب بموضوع أخير معاليك، موضوع الطعون بالانتخابات النيابية، يعني عم نشوف أنه عم تطلع تباعا وكلها رد للطعون. من اللافت أنه الطعن اللي هو مقدم من قبل مرشح جاد غصن اللي ممكن يطيح برئيس حزب التشناق أجوب بغرادونيون، بعد لحد هلأ في مماطلة فيه. البعض يقول أنه الوزير جبران باسيل يستخدم هذا الملف لحتى يضل حزب التشناق متمسك بموقفه ويكون في وحدة موقف، ما يكون في انفصال داخل تكتل لبنان القوي. كيف تفسيرك لهذا الموضوع؟ ليه كل الطعون طلعت إلا هيدا الطعن اللي الوزير جبران باسيل عم يستفيد منه؟ في غيره مطلع أسه؟ بس انه هيدا الوزير جبران باسيل عم يستفيد منه. البعض يقول انه موقف أجوب بغرادونيون بإيد الوزير جبران باسيل لأنه عم بيهدده بهذا الطعن. أنا برأيك حزب التشناق قيمته متوقفة على نائب البرلمان. حزب التشناق هو حزب الأرمن الأكبر. هلا حزب التشناق بالعادة يعني هو حزب ما بيدور على مشكلة مع السلطة القائمة، دائما بيكون رديف للسلطة القائمة، بدليل أنه دل هو رديف لتيار الوطني الحر إلا وقت اللي إجا تسمية الرئيس ميقاتي، قال لهم بدي يسمي الرئيس ميقاتي، يعني معناته عنده استقلالية. أما خليني أحكي شوي عن المجلس الدستوري. نعم. صدفة أني بعرف بعض الأعضاء منهم وبعرف الرئيس كتير منيح. الرئيس كان قاضيا محترما ونزيها وما في غبار على مسيرته على الإطلاق لحد هلأ. ما بعرف قديش هي خبرته الدستورية، بس أنا بعرف كيانه كقاضي، قاضي قابض حاله. المسار اللي شفناه لحد هلا ما بين إنه هن أدوات. فأنا أحسن الظن بهم ولا أذهب إلى ذلك تلك الريبة اللي عم ينحكى فيها إنه جبران مسك له نيابته لأجوب. وانا برايي أجوب عنده من الشجاعه، يعني ما بي يعني انا بعرفه كتير منيح، أجوب عنده شجاعه تجاه الموضوع هذا، لا يعني لا يبتز.